الحرب شوها انتري كومين زخدي ابوك يا لوات مساء الخير ابن عمي اجيت والله جابك بلاش لننعس ليش انا شوفتي بتطير الناعوسه لا بس عملنا كاسه شاي ثقيله يا حبيبتي يا محسا لازم تنامي بكير وتقومي بكير شوفي الدراسة شلون بصير بعدين على بكرة أنا بسمعلك إذا رحتي تعبانة عن فحص بتطير الأجوبة من راسي شو ما بدك يعنى يعني نلحق نختم المنهاج هلأ أنتوا أهليكم ما بيقلقوا عليكم لا تخاف أهلهم ما نعلم أنه رح يناموا هون الليلة هون وأنا ابن عمي أنت ما بتحبني كتير إيه بحب الضوء تطفي يعني يعني فرش قدام الباب يعني ما حنام هون لا نونو ابوك يا نونو ابوك يا لا ايه بس لا تنسى تعمل لنا كاسه شاي ها قبل ما تنام بدي اخذ الفرشه هلا لبرا يومر اصله يعني لك جوزك حطي بالخرج شلون حطي بالخرج بيضلش زوج زوجه ولحقوه على مرته اذا تزوجها بالسرمايه ما له حق يفتح تمه يلا مع السلامه ابن عمي اخ بو لمين هي بو الا وهي وحده تانية بو شو عليني هي اخي انت شو لك معي مو عاجبه لا مو عاجبني يا حويله الشوارب اللي بوشك لك اخي انت شو بدك مني؟ انا عم اقرب صوبك شي عم بحكي معك شي روح انتهي بكلابك حل عني منظرك زعجني وجودك زعجني شوفتك بتعمل لي التهاب نفسي ليش؟ لو بتستحي على حالك بتطلع بتسكن ببيت مثل عالم والناس ما بتقعد بالمطبخ وبتفرش بالاراضي ابن عمي ليش عم تاخذ وتعطي معه وزبله يبعث لي قتلي نسيت اقول لك على شغله مهمه ما عم بقدر أبوك يا الكلاب أبوك يا نواص وأبوك يا الدراسة كمان لك شو بدك في زبله ما عم بقدر يا أبو رام ما عم بقدر كل ما بشوفه بتذكر إنه كنتي عايشة معه بالحلال ولو ما بقدر بتصور إنه كنتي لحدا قبلي من سوء حظنا تعرفنا عليك متأخرين أصلاً لو كنت حاسس إنه كان جوزي كنت قوصته من زمان بس اللي مهديني ومخليني طول بالي إنه حاسس إنه أنتي كنتي جوزه مو هو كتر خيرك هلا أنا رجال لا اخت الرجال واذا ما في رجال بتقومي مقامه اذا في رجال ست النسوان ست الستات لك ست راسي